هناك حديث قد فسر من قبل بعض الناس بعقله، وهذا الحديث كل له رأي يدلو بدلوه حول هذا الحديث دون الرجوع إلى كلام أهل العلم السابقين ممن لهم معرفة بدلالة الألفاظ وبالروايات، وهذا يتعلق بالفرس وبالروم، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. هذا الحديث قد يورد عليه إشكال، وهو كيف يهلك الفرس وكيف يهلك الروم وقد بقوا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا زالت أطراف لهم في هذا الزمن، كيف يبقون؟ والحديث يقول: إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده. يقول النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: قال الشافعي وسائر العلماء: المراد من هذا الحديث هلاك ملك فارس والروم في هذين الإقليمين، يعني في العراق وفي الشام فقط. والسبب كما قال الشافعي أن قريشا لما أسلمت وكانت تجارتهم من قبل الشام والعراق خشوا أن تمنع عنهم التجارة، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث، فدل هذا على أن هذا الحديث عند أكثر أهل العلم على أن المقصود من زوال مملكة فارس من العراق وزوال مملكة الروم من الشام. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال رحمه الله: وظهر بذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتحت فارس في عهده، فتحت فارس في عهده. ثم ذكر رحمه الله قول الشافعي قال: وصدق ما قال من أن الله قطع الأكاسرة من العراق، وكل هذا يصدق بعضه بعضا، مما يدل على أن شيخ الإسلام رحمه الله يرى ما يراه الشافعي وأكثر أهل العلم. بل قال رحمه الله كما في منهاج السنة قال: وأنفق عمر بن الخطاب رضي الله عنه كنوزهما في سبيل الله، يعني في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما يقرب إلى طاعتهما، ولم ينفقهما في الأهواء المباحة فضلاً عن المحرمة، فكيف بعد ذلك أن ينافح عن أبي لؤلؤة المجوسي الذي قتله، فالذي ينافح عنه هو من أعظم الناس كفرا. قال: وصحت بذلك خلافة عمر، لما؟ لأنه أنفق كنوز فارس والروم في سبيل الله. هذا هو معنى الحديث عند أكثر أهل العلم، يعني زوال مملكة فارس من العراق والروم من الشام. قلت وجدت في كشف المشكل من حديث الصحيحين لابن الجوزي رحمه الله مبينا أنه لو قيل بعموم هلاك فارس والروم من جميع أقطار الأرض، قال ابن الجوزي رحمه الله: هذا الحديث يدل على أن مملكتهما تمحق وتزول شيئا فشيئا. مثل ماذا؟ قال: مثل المريض الذي تأتيه أمارات الموت شيئا فشيئا، يقال هذا ميت مع أنه لم يمت،
وإنما لما كانت أمور الموت تأتيه تباعاً شيئاً فشيئاً قيل إنه ميت. وذكر عن أبي الوفاء ابن عقيل رحمه الله أنه قال: كانت العرب بمثابة الكرة تتلاعب بها فارس والروم حتى زال ملكهما، قال رحمه الله: حتى زال ملكهما، فإن بقي اسم كسرى وقيصر قال فإنه اسم فارغ لا معنى له. لما؟ لأنهم كانت لهم السلطة على العرب تماماً. هذا معنى هذا الحديث. أما أن يدخل الإنسان في كل حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويأتي بما يشاء خلافاً لما ذهب إليه أكثر أهل العلم، وكذلك خلافاً لما ذهب إليه السابقون من أهل العلم، فإنه يخشى عليه وعلى من يتلقى منه. وبالتالي فإن الواجب على المسلم أن يأخذ العلم من أهله. ولذلك صح عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال كما في مقدمة صحيح مسلم، قال: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم.